خوتي خوتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم الشقة القصر، شقة فيلا في السماء، جوج شقق مفتوحين في شقة واحدة. يعني بغيتي تدخل لابارتمون ديالك من اليمين او لا بغيتي تدخل ليها من الشمال، شابرة الايطاج كامل، بلان سونتر فيل، وسط مدينة طنجة اللي بغيتيها حداك. سارع على رجلك، تمشي للبحر على رجلك، كل شيء اللي غادي تبغيه غتلقاه حداك. ابارتمون اللي هي كبيره، يعني مولات لابارتمون خدات جوج ديال الشقق وفتحاتهم على بعضياتهم باش خلات انها تكون بوحديتها في ليطاج، ثلاثه ديال لي شومبر، وكاين حتى الشومبر الرابعه حدا كوزينه، وعاد هاد الصالونات هادو كاملين. لابارتمون فين جات؟ جات قريبه البوستال كبيره، يعني في البولفار قلب مدينه طنجه. جوج ديال لي زابارتمون مفتوحين على بعضياتهم، قريبة البولفار، قريبة النجمة، قريبة سور المعكازين، ريد مكسيك، المرافق ديال المدينة، كل شي حداكم. سارة طنجة كاملة غير على رجلي. وهاد لابارتمون كيبقى فيها الفراش كادو، ابارتمون ديال العائلة الكبيرة، ديال الرايد، ثلاثة الصالونات، ثلاثة البيوت النعاس، وجوج الواجهات، وحتى مارينا راها كتبان ليكم. يعني ابارتمون همزه، كيبقى فيها هاد الفراش كامل كادو، حيت مولات لابارتمون ما عندها فين تعملو وما عندها فين دير لي. يعني الناس الخارج هاد العام كيخليو الفراش كادو للشاري الجديد، يعني كيرحبوا بكم في طنجه. هما دوزوا الوقيته ديالهم هنايا في طنجه، غادي يستقروا في الخارج، وكيخليو الشقه لشي واحد اللي غادي يجي يستافد بها هو وليداتو. الثمن ديالها مفاجاه، غادي نقولوه في الاخر الفيديو، فخليكم تبعين معنا حتى الاخر. راه كنقول الثمن بالدرهم وبالسنتيم. دابا غادي نرجعو للاول ديال لابارتمون، الباب ديالها، باش نشرح لكم الفصاله ديال هاد لابارتمون. هادي هانتوما كيف ما كتشوفوا مع الدخله، عندكم الباب ديال لابارتمون. في الايطاج كاينين جوج لي زابارتمون، يعني بغيتي تدخل على اليمين كتدخل، بغيتي تدخل على الشمال كتدخل. اين فوا كتدخل كتلقى هاد وسط الدار هذا اون فاس ليك، هي اللي اختارت انها تعملو بستادر وكتاره ديالو. يعني ابارتمون المساحه ديالها كبيره، جوج ديال الشقق مفتوحين على بعضياتهم، واللي الديتاي ديال هاد لابارتمون راه كتلقاوه في العنوان، كتلقاوه في الديسكريبسيون، وكنقولو لكم في الفيديو الموقع اكزاكت، كنقولو لكم الثمن. حتى اذا ما عرفتوش كتعيطوا لنا في الرقم اللي على الشاشه، كتعطيونا هذا الريفيرونس، وكنزيد ناكد لكم المعلومات كامل اللي فلتو لكم. دابا غادي نمشيو، من بعد ما دخلنا مع الدار كتلقاو هنايا وسط الدار، وكتلقاو في الصالونات. قبل اذا ما بغيتو ما تدخلوش الصالونات، كتدخلوا على الجهه اليمين، عندكم الكوزينه بالتراسه، وعاد عندكم بيت النعاس الاولاني. غندخلوا دابا البيت النعاس الاولاني. الجميل في هاد الشقه هادي الغرف كاملين كبارين، الغرف اللي يجيكم فيهم ربعه ديال الكامات، ماشي غير كامه وحده. اذا عندكم بنيتات، عندكم الوليدات، بغيتو تديروا هذا بيس كلاس كامل، اذا جاو عندكم ضياف تخليوه البيس ديال الضياف، راه ممكن. علاش؟ حيت لي شومبر كاملين فيهم هاد المساحه الرائعه، مساحه اللي كبيره واسعه من الطرف حتى الطرف، وكيبقى عندكم حتى ليسباس ديال الماريو. مي نتوما اذا بغيتو تخليوه كبد الكلاس، راه غادي يجيكم صالون اخر هنايا. حق صراحه الله عندكم ثلاثه الصالونات، ما عندكم فين تزيدوا صالون، فديروا بيوت النعاس. حتى اذا جاو عندكم وليداتكم وليداتهم الحفايد ديالكم، كيبقى عندهم اتساع. دابا ندخلوا للكوزينه ديالنا اللي عندها واحد الاطلاله على مولاتي مارينا، يعني كتجلس كتاخذ الفطيور ديالك وانتي هنا كتطلل على الباطوات وكتطلل على الاطلاله ديال البحر. كوزينه كيف ما شفتوا المساحه ديالها واسعه وكبيره ومفوجه، وفيها كليما طبيعيه. اين فوا كتفتحوا البالكون وكتفتحوا الطيقان، راها جوج الواجهات، واجهه على الشارع والواجهه اللي كتبان لكم منها مارينا. هاد لابارتمون كيف ما شفتوا الكوزينه، عفوا، راه كل شيء غيبقى فيها، كل شيء كادو. نبداو من هنا، عندكم الثلاجه كتبقى هنايا فوق لورنية، عندكم الميكرو اوند، الماكينة ديال القشوع، كلشي كلشي غادي يبقى فيها، حتى من القشيعات اللي في وسط من البلاكارات، راه كلشي غادي يبقى. يعني غتاخد هاد لابارتمون انت وليداتك، تاخد هاد الكرة، تاخد هاد الصقر فيها، اولا تعيش فيها،
راه ما غادي تحتاج غير الباليزه ديال الحويجات ديالك. هذا الاتجاه اخر كيف ما شفتوا دايره بالبلاكارات من فوق اللورنية، وعاد عندكم هنايا الفران والقشيعات كاملين اللي كتشوفوهم، كل شيء غادي يبقى بالبانيني بكل شيء ديالو. عاد هنايا عندكم البلاكار الكبير والبلاكارات اللي كاينين من تحت اللورنية. وهاد الطابله مونجي صراحه الله انا اللي عجبتني، يعني عملوها من نفس المارمو ديال الكوزينه، كتعطي جماليه للكوزينه ديالنا، كوزينه اللي كبيره وواسعه، ومن هنا راه كتبان لكم مارينا وكيبان لكم الباطو. المنظر من بعد ان شاء الله ملي غادي تجيو تزوروا لابارتمون وتشوفوها، وغتكتشفوا معنا الاطلاله الرائعه ديال هاد البالكون هذا. والله العظيم الا من هنا كيبان الباطو كيبان البحر. دابا غادي نمشيو، باقي لنا البارتي الثانيه ديال هاد لابارتمون هادي اللي كيف ما قلنا لكم جات في الايطاج السادس. العماره فيها لاسانسور، فيها السانديك، فيها لي كاميرا دو سيرفيونس. ملي كملتي لابارتي الاولى ملي كتفتح الباب وكتدخل على اليمين، دابا اذا قررتي انك تدخل على الشمال كتواجهك هاد الصالونات، طابلا مونجي، صالا مونجي، الكنابي الاولاني، الكنابي الثاني، وعاد الصالون المغربي. من قبل ما نمشيو للصالونات، هنايا هاد لابارتي هادي راه فيها كاين الحمام هنايا الخاص بهاد نقولوا لابارتي ديال اليمين ديال الشقه. فيها هاد الحمام هذا اللي الوسعيه ديالو هي هادي، حمام كافي للاستغلال، المساحه ديالو كافيه للاستغلال ومعتبره، حمام اللي هو كبير كيف ما شفتوا ومصلوح. وعاد هنا كنلقاو البيت النعاس الثاني اللي كيف ما قلت لكم جميل في هاد لابارتمون هادي. البيوت هاد النعاس الكبار، يعني يا اما كتعملوه شومبر برينسيبال يا اما كتعملوه شومبر ديال الوليدات، راه يقدر يهز لكم حتى الاربعه ديال الكامات سيباري. وعاد هاد البيت النعاس هذا راه فيه الماريو الخاص به، وكيبقى مشمس وكيطلع على الشارع، قريب لكم بولفار النجمه، بلايا، سور معكازين، رويد مكسيك، كل شيء اللي بغيتيها تمشي ليها غير على رجلاتك. وعاد هنا كاين الصالونات، وما اجملهم من الصالونات. الصالون الاول اللي فيه هاد التفريشه هادي ديال الكنابي، تفريشه اللي هي عصريه مودرن جديده، بالطبله ديال التلفازه ديالها، بالتلفازه ديالها، وعاد فيها هاد النقش هذا في السقف ديال الكبس اللي باقي جديد. صالون اللي واسع هذا الصالون الاولاني. ودابا غادي نمشيو باش نكملو، اجيو راه باقا لابارتمون واش لا فيها ما يتشاف، اجيو باش ما تملوش من الفيديو وباش تشوفوها كامله. هنايا عاود كاين هاد التفريشه الثانيه ديال الكنابي اللي حتى هو باقي مودرن، باقي صالح الله واكل. وعاد كاين صالون مغربي اللي من الطرف حتى للطرف بهاد الديزاين هذا اللي كاين في القبص كامل، يعني عاملينو هاد القش هذا اللي باقي مودرن، هذا ديال الحرفيين ديالنا اللي كينقشوه باليد. والصالون ديالنا كيف ما شفتوا راه شابر من الطرف حتى للطرف. وعاد اختاروا في هاد الاتجاه هذا انهم يعملوا بحال شنو كنقولوا لهذه، هذه اللي كيقولوا ليها النافوره، لا النافوره هي اللي كتجي في الوسط، المهم نتوما اللي غتقولوا لنا السميه ديال هاد الديزاين اللي مزين بهاد الزليج هذا المغربي اللي كيلصقوه بياسه بياسه، واعر بزاف، وعطى هاد البلدي هذا عطى جماليه للصالون ديالنا. وراه ملي كيكون دايز فيها الماء يا سلام، غير الوليدات الصغار اذا خليتو الماء هنايا خدام راه غادي يهزق لكم الدنيا ويهزق لكم الصالون كامل. هذه هي لابارتي الثانيه من الشقه الثانيه، كيف ما قلت لكم ملي كتدخلوا الايطاج عندكم باب على اليمين وعندكم باب على الشمال، يعني بوحديتكم شابرين الايطاج. لاسانسور كيوصلكم حتى الباب، وراه ماشي هي اخر ايطاج، راه باقي فوقكم واقيلا جوج او ثلاثه ديال لي زيطاج. هنا لابارتي الثانيه هذا هو الباب، اذا بغيتو تدخلوا مثلا من الشمال حيت ايطاج كاين باب على اليمين وباب على الشمال، هذا هو الباب ديال الشمال ديال الدخله ديال لابارتمون. وهنا كاين الحمام تواليت سيرفيس كيف ما كنقولوا، هنا غادي نصوروها لكم، كتبقى تواليت سيرفيس خاصه بهاد الايطاج هذا. واذا لاحظتوا راه باقي واحد لابارتي لهيه، هذاك راه الحمام الخاص بهاد
البيت بارونتال، هاد لا شومبر بارونتال، يعني بيت هو واسع وكبير تبارك الله، يجري فيه الخيل كيف ما كنقولوا، فيه كاما ديالو بكوكيتات، فيه موطع ديال البيبي اذا كان عندكم وليدات صغارين، وعاد في الاتجاه اخر غادي تلقاو انه كاين الحمام، احنا غادي ندخلو ونوريكم الحمام هذا خاص بهاد الغرفة، هذه غرفة كبيرة مساحة معتبرة، ابارتمون اللي من الحجم الكبير، هادو راه جوج ديال الشقق وفتحوهم على بعضياتهم، كتبقى خاصة بالعائلة الكبيرة، بغاو يجيو عندك والديك، نسابك، خوتك، لويساتك، رافين يجلسوا، ابارتمون اللي من المساحة الكبيرة وديال العائلة الكبيرة صراحة الله. ودابا بلا ما نزيد نطول عليكم الفيديو، اجي راه باقي عندنا واحد البيت نقدروا نقولوا نقدروا نعتبروه بيت رابع او لا نقدروا نعتبروه ديباغا، علاش؟ حيت حتى هو كيخرج نفس البالكون اللي فيه الكوزينه، يعني هذا بيت تقدر تعملوه بيت ديال التصبيين، تعملوه بيت ديال بيت، يعني المهم عندكم بيت رابع زايد وكيخرج للتراسه اللي كتخرج ليه الكوزينه، يعني على حساب نتوما والاحتياج ديالكم، واش بغيتوا 4 ديال الغرف؟ واخا في النظريه ديالي انا ما تحتاج، حيت الغرف تبارك الله كبارين، راه يهزوا لكم اكثر من 4 ديال الكامات سيباغي، وهذا تقدروا تعملوه بيد كلاس او تعملوه فيه غير شي كانابي، بحكم ان البروده هنايا كتدخلكم ديال البحر، الهواء ديال البحر كيضرب في هذا الاتجاه هذا. ودابا يلا هو معايا للصالون باش نعطيكم الثمن ديال هاد الشقه القصر اللي جات في الايطاج السادس، للمساحه ديالها رائعه وكبيره تبارك الله، وجوج ديال الشقق مفتوحين على بعضياتهم، وهذا الشيء كامل اللي شفتو في الفراش راه كيبقى فيها، يعني مولات لابارتمون غادي تخليه كادو للشاري الجديد. هاد لابارتمون هادي فين جات؟ هادي راها جات قريبه لابوست الكبيره اللي كاينه في البولفار، قريب ليكم صور معكازين، قريب ليكم النجمه، قريبه ليكم بلايا، جيتو على البولفار وفيها جوج الواجهات، يعني ابارتمون في القلب النابض ديال المدينه في السونتر فيل، جوج ديال لي ابارتمون مفتوحين على بعضياتهم، ثلاثه ديال البيوت النعاس والبيت الرابع اللي مع الكوزينه، ثلاثه او اربعه ديال الصالونات اذا زدتو عليه داك بيت كلاس اللي كاين في الدخله، جوج ديال الحمامات والكوزينه. هاد لابارتمون هادي كتباع مع هاد المساحه الرائعه والكبيره والغزاله، ومفاجأة الديكلاراسيون 100%، صريح كامل، يعني كنت ساكن في الخارج بغيتي تاخد كريدي راه كيعملوا تسهيلات مع الناس اللي ساكنين في الخارج، كنت ساكن هنا وبغيتي تاخد ابارتمون كريدي تاخدها تسكن فيها انتينا وليداتك ممكن، وكاع التسهيلات راه كيديروهم مع الناس اللي كيكونوا خدامين هنايا. عجباتكم سهله، تواصلوا معنا في هذا الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، عطيونا الريفيرونس الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه باش نعرفوكم كتهضروا على هاد الشقه هادي. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير، وما تنساوش دعمونا باللايك وابوناو وفعلوا الجرس وكثروا من لي كومونتير ديالكم، راه كنجاوبوهم كاملين، وكاع الطلبات ديالكم راه كنحاولوا نجيبهم لكم في اقرب وقت. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير، خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، حتى تعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي، وقولوا امين ونهاركم مبروك.